مادة الكمبيوتر سيكيورتي. أهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات المادة. اليوم إن شاء الله بدنا نستكمل حديثنا عن موضوع الكريبتوغرافي بشكل عام. المحاضرة السابقة حكينا بشكل عام عن البيسك كونسبتس في عالم الكريبتوغرافي، وحكينا عن السيمتريك كيز والبابليك كيز، وحكينا عن الهاشينج والمسج اوثنتيكيشن كودز وكل هاي الامور في تشابتر 2. هذا الحكي تشابتر 20 احنا ان شاء الله بدنا نحكي فيه بشكل مفصل اكثر عن السيمتريك كي سيستمز. فيعني زي ما انتم عارفين الان بدنا نحكي عن السيمتريك انكريبشن اند المسج كونفيدنشاليتي بشكل عام. سيمتريك انكريبشن راح نحكي عن بروتوكولز مثل الوان تايم باد والدي اي اس، ويعني الاي اي اس ما راح نحكي عنه في مادتنا بشكل يعني كبير طبعا، لانه يعني هذا الموضوع فعليا خارج نطاق هذا الكورس، انه هذا الكورس اصلا هو كمبيوتر سيكيورتي وليس كريبتوغرافي. طيب قبل ما نحكي عن الكريبتوغرافي بشكل عام، عن السيمتريك كي، في موضوع مهم احنا يعني راح نمشي عليه بسرعه اللي هو الاستيغنوغرافي. الاستيغنوغرافي هو طبعا يعني ممكن كان موجود قبل الكريبتوغرافي، كان يهدف الى اخفاء وجود المعلومه. اخفاء وجود المعلومه، ايش يعني اخفاء وجود المعلومه؟ استيغنوغرافي التعريف الرسمي لها اللي هي is the practice of concealing a file, message, image or video within another file, message, image or video. اذا هون احنا في عندنا معلومات، فايل ممكن تكون تكست فايل، داتا معينه بدنا نخبيها جوا داتا ثانيه. طبعا الهدف هو السريه، again يعني الconfidentiality، احنا بدنا نحصل الconfidentiality. الان بالستيغنوغرافي الاتاكر اللي هو بده يشوف المسج اللي خبينا فيها الداتا. يعني انا في عندي ايمج مثلا صوره لاسد ببعثها لزميلي، الاتاكر راح يشوف صوره اسد، لكن فعليا انا جوا صوره هاي الاسد، اوكي، اللي ممكن تكون اي باي اكستنشن من اللي بنفع انه نخبي فيه. طبعا بعض الاكستنشنز ممكن ما تزبط، يعني اللي بيشوف هاي الايمج راح يشوف صوره الاسد فقط، لكن فعليا احنا بنكون مخبيين جوات هاي الصوره داتا. اذا هون الاتاكر فعليا ما بيعرف انه في داتا اصلا موجوده، ما بيعرف انه اصلا في داتا موجوده جوا هاي الصوره، اذا هو ما بيعرف اصلا انه هذا الشيء موجود. يعني مثل انه احنا نبعث رسول اللي بنحكي عن ايام زمان، ويكون مخبي معاه رساله، يعني بشنطه بامتعته، ويمسكوه مثلا الاعداء او الناس اللي ما بدنا اياهم يشوفوا المسج، ويفتشوا ما يلاقوا مع المسج. اذا هم يعني او يشوفوا مسج معينه، كتاب معه مثلا، ويقرأوا يلاقوا كتاب عادي، يلاقوا كتاب عادي، لكن مثلا متفقين بيكونوا السندر والريسيفر انه المسج مخبي جوا هذا الكتاب. كيف يعني مخبي جوا هذا الكتاب؟ ممكن نتفق انه المسج هي عبارة عن اول حرف في كل صفحة في الكتاب. اوكي، الان الناس اللي بيفتشوا هذا الرسول راح يفتحوا الكتاب، راح يلاقوا كتاب عادي مقروء مفهوم، لكن ما بيعرفوا انه في داتا مخبية جواته. لكن لو عرفوا انه فعليا في داتا مخبية جواته، انه هاي الداتا هي اول حرف من كل صفحة، فعليا راح يقدروا يحصلوا المعلومات بشكل مباشر. اذا هذا الاستيغنوغرافي مختلف عن الكريبتوغرافي. الكريبتوغرافي لا، احنا المعلومات بناخذها، الداتا بناخذها وبنخربطها somehow، بحيث انه حتى ولو شافها الاتاكر ما راح يقدر يفهمها. اذا هو لو شافها ما راح يقدر يفهمها، لكن السيجنوغرافي لو شافها راح يقدر يفهمها، بس هو ما بيعرف انها موجوده اصلا، ما بيعرف انها موجوده. اذا يعني تكنيك قديم مش تكنيك جديد، السيجنوغرافي تكنيك قديم جدا،
لكن طبعا في عالم الديجيتال الآن اللي احنا عايشين فيه تم يعني تحديثه واستخدامه من خلال الصور. فمثلا الآن كيف احنا ممكن نخفي معلومات داخل صورة؟ كيف ممكن نخفي معلومات داخل صورة؟ لو أنا بدي أخفي معلومات داخل صورة، كيف ممكن أخفي هاي المعلومات؟ طبعاً بدي أخفيها بطريقة بحيث إنه الصورة الأصلية تحافظ على قوامها، تحافظ على شكلها، بحيث إنه اللي بيشوفها بالعين المجردة ما يفهم فعلياً إنه في داتا، أو ما يلاحظ فعلياً إنه في تغيير حقيقة في هاي الصورة. كيف ممكن نعمل هذا الشيء؟ نجي نشوف مثلاً مثال هو الصور. كيف ممكن نخفي معلومات جوا الصورة؟ احنا بنعرف انه اي صورة في الدنيا في عالم الديجيتال في عالم الكمبيوتر هي بتتكون من بيكسلز، وكل بيكسل البيكسل هي عبارة عن نقطة على هاي. يعني الان الصورة اللي انتم شايفينها قدامكم كفيديو يعني هي في النهاية بتتكون من بيكسلز، وكل يعني في عندنا بيكسلز بالعرض زي ما انتم شايفين هيك، وفي عندنا بيكسلز بالطول على طول الشاشة. الان هذول الطول بالعرض النقاط الموجودة بالطول العرض بتكون لي كامل هاي الايمج اللي احنا شايفينها قدامنا، هاي الايمج اللي احنا شايفينها قدامنا. فمثلا لو كان في عندي 100 بكسل بالعرض و200 بكسل بالطول، او العكس يعني 200 بكسل بالعرض و100 بكسل بالطول، فمعناته انا عندي 200 ضرب 100 معناته عندي يعني 20,000 بكسل في هاي الصورة، كل بكسل تمثل نقطة. طب الآن النقطة هاي شو المعلومات اللي نحط فيها؟ شو المعلومات يعني بدنا نخزنها؟ وكيف نخزنها؟ بدنا نخزن فعلياً إحنا لون هاي النقطة، لون هاي النقطة ممكن يكون لون أبيض، ممكن يكون لون أزرق، ممكن يكون أسود. زي ما نحن شايفين هون مثلاً هون المحل ما أنا مأشر على كلمة ستيغنوغرافي الأس هاي الآن أسود، فالبيكسلز اللي هون بده يكون لونها أسود، اللي جنبها البيكسل بده يكون أبيض، والخط هذا البيكسل تبعته بده تكون شو لونها؟ بده يكون لونها أزرق. وطبعاً إحنا نعرف إنه يعني الكمبيوتر أو البرنامج إحنا نستخدمه علشان يفتح الصورة بيعرف يرتب هاي البيكسلز بالطريقة الصحيحة، بيعرف إنه في إنه بيكسلز معينة هي الخط الأول، بيكسلز الثانية هي الخط الثاني، وهلما جرى. طيب احنا الان من باب طبعا الالوان كيف تمثل، كل لون له بده يكون رقم بالباينري، رقم في الباينري. ممكن هذا الرقم يكون بتكون من 8 بتس، فاذا كان في عندنا 8 بتس هذا يعني انه كم درجة للون ممكن يكون عندي؟ ممكن يكون عندي 2 للقوة 8 اللي هي 256 لون، 256 لون. طبعا كل ما زدنا عدد البتس بزيد عدد الالوان اللي ممكن احنا نستخدمها. يعني أكيد لما يكون في عندي أنا 16 بت معناته عندي 2 للقوة 16 اللي هي 16K لون، 16K لون. يعني 2 للقوة 16 عفوا 64K لون. إذا بيكون في عندي يعني عدد كبير من الألوان كل ما زاد عندي عدد البيكسلز. طيب إحنا الآن من باب التسهيل فقط نفترض إنه في عندنا 4 بتس للون، يعني كل لون كل بيكسل ممكن يكون إلها 4 بتس. إذا كان في عندي 4 بتس معناته إنه 2 للقوة 4 معناته في عندي 16 لون possible. لا من باب التسهيل ننسى الألوان الأخرى، فنفترض إنه 000 هي فعلياً اللون الأبيض، وال111 هي فعلياً اللون الأسود، والدرجات اللي بينهم يعني ال0001 هي بطل الأبيض بصير درجة من درجات الرمادي، أقل درجة من درجات الرمادي. الآن قبل الأسود في عندنا 1110، يعني كل الأرقام هذول بدنا نحطهم من 000 ل 111. اللي قبل الأسود اللي هو 1111 قبله راح يكون 111 إيش 0، هذا الرقم اللي قبله راح يكون أعلى درجة من درجات الرمادي. يعني إذا كل تدريجات الرمادي بين الأبيض والأسود. طيب كيف ممكن نخبي الداتا في هاي الصورة؟ لاحظوا يا جماعة إنه مثلا اللون اللي هو يعني لونين ولونين ورا بعض، درجتين ورا بعض، يعني مثلا ال 0 0 0 0 اللي هو الأبيض هذا اللي هو الوايت، كثير هل كثير راح يفرق عن ال 0 0 0 1؟ كثير راح يفرق؟ لا، هذولا بالنسبة للنظر
يعني ممكن انه ما نلاحظ انه فعليا كثير كثير بيفرقوا عن بعض. ما طبعا احنا يعني كل ما زدنا عدد البيتس بصير تغير في درجة اللون اقل، فممكن الاربع بيتس احنا فعليا نلاحظ، لكن لو كان عندنا 8 بيتس او 16 بت فعليا ما نقدر نلاحظ فعليا التغير. اذا التغيير هون في ال LSB، في ال LSB ممكن هذا التغيير احنا في العين المجردة ما نلحظه. اوكي، ولو غيرنا عدد معين من البيتس، عدد قليل او عدد قليل من البيكسلز، اوكي مش كثير، احنا نلاحظ في الصوره العامه. لو كان عندي صوره كبيره وفيها الوان كثير ما راح نلاحظ فعليا هذا التغيير الكبير في الالوان. طيب كيف ممكن اخذ الداتا؟ انا ممكن عندي داتا اللي هي 010، هاي الداتا انا بدي ابعثها من السندر للريسيفر. شو تعني هاي الداتا؟ مش موضوعنا، لكن فعليا بكل بساطه انا بس بدي ابعث هاي الداتا. والبيكسلز الموجوده عندي في الصوره، في عندي بيكسلز كثير، صوره كامله هاي فيها ممكن يكون 2000 بيكسل، 4000، 5000 بيكسل، بغض النظر عن هذا الشيء بيعتمد على حجم الصوره. طيب البيكسلز كان ترتيبها 1101 1100، اذا هاي البيكسلز الاصليه تبعت الصوره الاصليه. طيب ما اجي انا بحكي انا بدي اخبي الداتا تبعتي، اول بت في الداتا تبعتي اللي هي ايش؟ 0. فباجي على اول بيكسل ال LSP بشطبها، كانت 1 بشطبها، شو بحط بدالها؟ 0. بشطبها بحط بدالها 0. الآن البت الثانية في الداتا تبعتي 1، فبروح على البكسل اللي بعديها وكمان على ال LSB راح أشطبها وحط بدالها إيش؟ 1. في هاي الحالة بحط بدالها 1. ونفس الإشي على البت الأخيرة اللي هي 0، لاحظوا إنه في البت الأخيرة هي أصلاً 0، فما راح أغيرها، راح أخليها زي ما هي، راح أخليها زي ما هي. لاحظوا هون إنه في عندي هذولا التو بيكسلز تغيروا ألوانهم، تغيروا الأرقام، فبالتالي تغيروا الألوان. لكن لاحظوا إنه تو بيكسلز هون مثلاً في هاي الإيمج تغيروا. لما نظهر الصورة كاملة، نفتح الصورة كاملة، ما راح يبين فعليا انه هذول التو بيكسلز نشاز او يعني مختلفين لونهم بشكل كبير. احنا اذا هيك بنكون اخفينا. طبعا باقي البيكسلز الباقيين هذول من هون يعني ما راحين نغير عليهم، ما في داعي نغير عليهم. طيب الان هيك غيرنا، احنا بنكون بنسيف الصورة الجديدة ونبعثها للريسيفر. الان الريسيفر بكون انا وياه اصلا متفقين على انه ايش؟ على انه دور على الداتا تبعتي في اول بيكسل في ال LSB لأول مثلا 3 بيكسلز، في ال LSB لأول 3 بيكسل. فهو راح يعمل اكستراكشن لل 0 أول إشي، هاي طلع هاي 0، بعدين طلع هاي 1، بعدين ياخذ هاي ال 0، وهيك بكون حصل الداتا اللي احنا بدنا نبعثها. الآن طبعا لو في عندي أتاكر فتح هاي الصورة راح يشوف صورة عادية، أوكي فيها تغييرات شوية في اللون، ما راح يلاحظها بالشكل بالوضع الطبيعي أو بالعين المجردة، ما راح يلاحظ وجود هاي التغييرات، فبالتالي ما راح يعرف إنه في أصلا داتا مخبية جوا هذا الأساس. طيب ملاحظة، بعض الملاحظات. الآن لاحظوا إنه إحنا إيش غيرنا؟ غيرنا على ال LSB. طب ليش ما نغير على ال MSB؟ ليش ما نغير على ال MSB؟ ليش ما نغير على الام اس بي؟ يعني واضح الاجابه، لانه التغيير على الام اس بي راح يحدث لي فرق كبير في اللون. اوكي، لاحظوا انه هون 000 هاي اللي هي اللون الابيض، لو غيرناها صارت 1000 بدل ما هي 001. الان لاحظ انها كثير راح تقرب الان على اي لون، بدل اللون الابيض راح تقرب كثير على اللون الاسود، بينما احنا هون لا، طلعنا عن الابيض بدرجه واحده فقط. فعشان هيك احنا عاده شو بنغير؟ بنغير على ال LSP وليس ال MSP. اذا هون احنا دائما بنغير الاصل، يعني هذا الحكي اكيد غلط، هذا الحكي اكيد غلط، احنا بنغير على ال LSP، بنغير على ال LSP. اوكي طيب ملاحظه ثانيه اذا هون التغيير فقط احنا بنتم على الاس بي. ملاحظه ثانيه، لو كانت الداتا عندي حجمها كبير، يعني اكثر من العدد البيتس، اكثر من عدد البيكسلز، مرات ممكن نضطر نغير على ايش؟ مش على بت واحده، على تو بيتس. واجين راح نختار ايش؟ راح نختار ال LSBs.
اوكي ممكن اختار بس طبعا هذا الاشي لما يكون عندي 4 بتس اكيد راح يصير الان واضح، يعني راح يصير التأثير على الصورة اوضح الان. وفي عندنا ابحاث بتحكي عن هذا الموضوع، يعني بتبين لك الصورة لما تغير عليها 1 بتس او 2 بتس في او 4 بتس او 3 بتس، فيعني في عندنا ابحاث في هذا المضمار. يعني اكيد يعني كل ما زدت عدد البتس اللي قاعد تستخدمها في كل بيكسل، هذا يعني انه يعني التغيير رح يظهر أكثر على الصورة. الصورة رح تظهرها يعني بشكلها العام موجودة، صورة مثلا أسد، أنت يعني مستخدم صورة أسد بالشكل العام الصورة رح تظهرها موجودة، لكن رح تتغير الألوان ويصير في عندي فروقات، رح أنا ممكن أني يعني أكتشف أو أشوف أنه في عندي بالعين المجردة نظر. طبعا الآن أكيد في analysis tools باستخدام الكمبيوتر كمان بتدور على هذا الموضوع. طيب ملاحظة أخرى الآن، بالإضافة للاستيغنوغرافي مرات ممكن نضيف another layer of protection اللي هو الانكريبشن، الكريبتوغرافي. الكريبتوغرافي إيش يعني؟ أستخدم كريبتوغرافي مع استيغنوغرافي. شو يعني؟ يعني الداتا هاي الموجودة هون، أوكي، بدل ما إني أدخلها كبلين تكست على الإيمج، ممكن إيش أعمل؟ ممكن أشفرها قبل ما أدخلها، أوكي؟ فممكن أشفرها بحيث إنه يصير إلها يعني في كي، وبحيث إنه حتى ولو في عندي أتاكر في النص وقدر يشوف هاي الإيمج وقدر يعمل لها أناليسز وقدر إنه يطلع الداتا اللي كانت مخبية جواتها، لو طلع الداتا عارف انه هو انا عارف هو الاتاكر اني انا مستخدم ال LSB عشان اخزن الداتا، حتى ولو عارف هذا الشيء راح ياخذ الداتا لكن ما راح يقدر يفك تشفيرها. ليش؟ لانه ما معه الكي، لانه ما معه الكي. بالمناسبه طبعا يعني هذا الموضوع كان موضوع واحد من مشاريع المادة، يعني في عندي الطلاب عملوا بروغرامينج لهذا الاشي باستخدام C++. يعني انا اعطيتهم صورة فيها داتا مخبية وحكيت لهم لاقوا لي هاي الداتا وطلعوها وعملوا لها اكستراكشن. هذا واحد من الاوبشنز. كان الاوبشن الثاني انه لا، يعني انه انا اعطيهم صورة واحكي لهم بدي اخبي فيها داتا اللي هي داتا معينة، فهم كانوا بدهم يفتحوا الصورة يعدلوا على ال LSB بس بيتس فيها ويردوا يعطوني اياها. الان كان الاصل اني ايش انا اعمل؟ اخذ هاي الصورة، اتاكد من مشروعهم، اخذ الصورة واقرا الداتا اللي فيها، فعليا اتاكد انهم يعني كتبوها على اللوكيشن الصحيح وانا قرأتها من اللوكيشن الصحيح. يعني هذا كان واحد من المشاريع اللي اشتغلوا عليها الطلاب في المادة. بتمنى انه يعني تدرس هذا الموضوع، موضوع حقيقة شيق وجميل. يعني اذا في حدا عنده اي سؤال ممكن يعني نناقشه اثناء اي ديسكشن اللي بنعملها كل يوم اربعاء. طيب طبعا يعني الموضوع الاستيغنوغرافي بجوز هو هون مبين out of context، لكن حقيقة احنا بنشرحه عادة قبل الكريبتوغرافي، لانه يعني هو موضوع يعني لابد من انه نحكي عنه. والان بدنا نرجع لموضوع الايش؟ السيمتريك انكريبشن. Yeah. Also referred to as the conventional encryption, secret key or single key encryption. حكينا عن هذا الموضوع، ممكن مرات حتى نسميه private key، بس بديش أحكي كثير private key حتى ما يصير confusion between the public وال private key الموجودين في عالم ال asymmetric. طيب إذن هو الخيار الوحيد اللي كان قبل السبعينات، لأنه حكينا ال public key encryption أو ال asymmetric ظهر في عالم في فترة السبعينات. has 5 ingredients. إذن إحنا في عنا 5 عناصر لعالم ال symmetric encryption. أول عنصر اللي هو البلين تكست، حكينا عن هذا الموضوع، في عندي بلين تكست، في عندي انكريبشن ألغوريثم، في عندي سيكريت كي، في عندي سايفر تكست، في عندي ديكريبشن ألغوريثم. احنا شفنا الرسمة بالسابق، يعني احنا بنعرف انه البلين تكست بفوت مع السيكريت كي كإنبوت على الانكريبشن ألغوريثم، اذا هذول كلهم بفوتوا على الانكريبشن ألغوريثم، وفي عندي ديكريبشن ألغوريثم بفوت عليه السايفر تكست مع السيكريت كي، اوكي، هذول بفوتوا على الديكريبشن الجوريثم مع بعض. يعني وهي العناصر حكينا عنها بالسابق وشفنا امثله عليها، سواء كان بالشيفت سايفر، بالسيزر سايفر، سايفر المونو الفابيتك سايفر، الفيجنري سايفر، ويعني ان شاء الله راح نحكي عن امثله اخرى ان شاء الله في المحاضرات القادمه.
طيب classified along three independent dimensions. إذا في عندي الكريبتوغرافي يمكن تصنيفها من خلال يعني الثلاث أبعاد رئيسية. البعد الأول the type of operations used for transforming the plain text to cipher text. إذا عملية الترانسفورميشن تحويل البلين تكست لسايفر تكست كيف بتتم فعليا؟ النوع الأول هو بحكي لك substitution اللي هو تبديل. Each element in the plain text is mapped to another element. إيش يعني؟ أنا هون ممكن إني أبدل بين الألمنتس، يعني زي المونو ألفابتيك سايفر. يعني ممكن أنا إحنا في المونو ألفابتيك سايفر إذا بتتذكروا كنا نحكي إنه الـ A مثلاً بدي أعمل مابينج، فبدي الـ A مثلاً أستبدلها بحرف Z مثلاً، بدي الـ B أستبدلها بحرف مثلاً G، أوكي بحرف G، بدي الـ C أستبدلها بحرف M مثلا substitution. أنا هون قاعد ببدل، قاعد إيش بعمل؟ قاعد ببدل. فمثلا لو كان واحد عنده الـ plain text تبعه، لو كان في عندي الـ plain text هون مثلا يساوي ABC A B و C، شو بده يطلع السايفر تكست؟ السايفر انا مضطر اكتبها كلها حتى ما يصير في confusion مع السي. اوكي السايفر شو بيطلع يساوي؟ السايفر رح يطلع زي جي وايش وام. لاحظوا هون يا جماعه انه الاحرف اللي كانت بالبلين تكست كلها غير موجودة الآن بالسايفر، مش موجودة أصلاً ولا واحد فيها موجود، يعني صار substitution. أنا مش بالضرورة، إحنا ممكن مثلاً C كنا بدنا نبدلها ب A، يعني بدل M ممكن نحكي A. فبهاي الحالة يعني ال M هاي شو راح تطلع؟ تطلع A، ما في مشكلة. لكن هون صار في عندي تبديل Z مع G مع A. إذن مش بالضرورة الأحرف اللي كانت في البلين تكست إن نشوفها هون، مش بالضرورة، ممكن نشوفها ممكن ما نشوفها، لأنه إحنا بنبدل تبديل. مثلا مثال آخر عليها، واحد واحد مثلا صفر صفر، فرضا هذا كان بلين تكست كمان. بالسبستيتيوشن سايفر ممكن إنها تصير شو ممكن تصير؟ ممكن تصير واحد مثلا السايفر تبعها صفر واحد واحد، ممكن يكون هذا الـ يعني السايفر تكست. لاحظوا انه هون مثلا عندي عدد الونز كان اثنين، عدد الزيروز اثنين، هون لانه عملنا substitution بطريقة ما صار عندي عدد الونز ثلاث، عدد الزيروز واحد. اوكي هذا اذا شو بنسميه؟ بنسميه substitution. الآن العكس، النوع الآخر هو transposition elements. elements in plain text are rearranged. هون لا، بصير عندي إعادة ترتيب. يعني إذا كان عندي ما فيش عندي اختراع لإشي جديد، تبديل ABC هذا الـ plain text، السايفر رح يكون فيه حرف الـ A وحرف الـ B وحرف الـ C لكن بإعادة ترتيب. يعني ممكن السايفر الآن في النوع الآخر الـ transposition يصير مثلا إيش؟ B C A. يعني هذا هو ال cipher text. مثلا ال 1100 ممكن تصير 101 و0. ايش يعني؟ يعني حافظنا على عدد الونز وعدد الزيروز. اوكي حافظنا على عدد الونز وعدد الزيروز لكن ما اضفنا شيء جديد، ما اضفنا شيء جديد.
اوكي. اذا هون فقط هو اعاده ترتيب لنفس العناصر اللي كانت موجوده هون، اعدنا ترتيبها بهاي الحاله. اوكي، اذا هذا الفرق بين substitution و substitution والtransposition. طيب the number of keys used, sender and receiver use same key، هذا في حالة symmetric، sender receiver receiver each use a different key، هذا في حالة asymmetric، يعني حكينا عن هذا الموضوع. the way in which the plain text is processed، كيف بتتم عملية معالجة ال plain text. احنا شفنا نوعين في المحاضرات السابقة في chapter 2، حكينا في عنا البلوك سايفر اللي هو مثلا في الـ AES والـ DES. البلوك سايفر السايز مثلا في الـ AES في الـ DES 56 بت، في الـ AES يعني ممكن يكون 128 بت. فاحنا بنتعامل مع بلوك كامل، وحكينا اذا في عندنا فايل كبير بدنا نقسمه لبلوكس، وحكينا انه هاي العمليه قد تكون بطيئه ويعني مش ملائمه لبعض الابلكيشنز. فعشان هيك في عندنا نوع اخر اللي هو الستريم سايفر، بروسس ذا انبوت اليمنتس كونتينيوسلي بشكل مستمر. بنعمل بروسيسنج زي لبعض الابلكيشنز اللي بحاجه لسرعه، مثلا مثل ايش، مثل الفيديوز ومثل الصوت، الستريمينج بحاجه للستريمينج. وبتم التعامل فيه مع بلوكس صغيره، ستريمز صغيره من الداتا مثلا زي 8 بتس، فهيك بتكون الداتا فعليا سريعه. طيب قبل ما نحكي عن انواع البابليك عفوا السيمتريك كي انكريبشن كريبتوغرافي الجوريثمز، جيد انه نحكي عن الثريت مودلز الموجوده عندنا. شو الاشي اللي احنا بنفترضه، شو السيستم الموجود عندي، ويعني جيد نفهم الثريت موديل اللي موجود عندنا. شو يعني الثريت موديل، مين الاتاكر، شو المعلومات الموجوده عندي الاتاكر، وكيف انا بدي احاول احمي نفسي، كيف بدي احاول احمي نفسي. اوكي طيب، اذا هون احنا دائما بنفترض انه في عندي سندر اللي هو اوكي، وفي عندي ريسيفر مثلا اللي هو بي اوكي، وفي بينهم شيرد اللي هو كي الكي اوكي، وهم متفقين على ايش، على انكريبشن الجوريثم اوكي. في عندي هون بروتوكول للانكريبشن، وفي عندي هون كي اوكي الكي، وفي عندي بروتوكول مثلا للديكريبشن واحنا متفقين كمان انه في عندي بالنص هنا اللي هو ايش، اللي هو السايفر تكست، اللي هو السايفر تكست اوكي، بده ينبعث من A to B. الان مين اللي قاعد في النص هون، مين اللي بشوف السايفر تكست هذا، اللي هو الاتاكر، اللي هو الاتاكر خلينا نسميه مثلا دي دبل، يعني خلينا نسميه دي اوكي. طبعا ما not to be confused، هذا الديكريبشن اي دي اللي هون هي للديكريبشن، اي دي هون خلينا نحكي اللي هو ديفل. طيب شو المحاضرات الماضيه، في المحاضرات السابقه حكينا في عندنا assumption للاتاكر، شو الاشياء اللي بيعرفها الاتاكر. هل الانكريبشن والديكريبشن الجوريثمز سر عن الاتاكر؟ وضحنا بشكل موسع انه الانكريبشن والديكريبشن الجوريثمز هذول مش سر، هذول معروفين للاتاكر اوكي. الانكريبشن والديكريبشن الجوريثم، اذا الاتاكر شو بيعرف، بشوف السايفر تكست. طبعا في عندي انا هنا المسج ام اكيد، يعني المسج ام اللي هي السر اوكي، والبي اكيد عنده المسج يعني ام، المسج ام اللي هي او البلين تكست يعني مسج او بي، سميها ام او بي. طيب الدي اللي هو الدبل شو راح يعرف، راح يعرف السي، بيعرف السي، وشو كمان بيعرف، السايفر اللي هو الانكريبشن الجوريثم نفسه اوكي، الانكريبشن الجوريثم نفسه اوكي. اذا الهدف من هاي السلايد يا جماعه، نعرف الثريت موديل اللي هو الاتاكر، هذا هو اللي في النص، ما هي الاشياء التي يعرفها، ما هي الاشياء التي يعرفها، بناء على ذلك نقدر نقدر ونعمل evaluation واسسمنت للانكريبشن الجوريثم تبعنا، هل هو قوي كفايه او لا.
هل هو قوي كفاية أو لا. إذن الثريت موديل تبعنا، أول ثريت موديل، أول تايب أوف أتاك بنسميه اللي هو الإيش؟ السايفر تكست أونلي. السايفر تكست أونلي يعني الأتاكر شو بيعرف؟ الأتاكر بيعرف فقط الإيش؟ السايفر تكست. إذن هون الدي اللي هو الديفل هو الأتاكر، فقط بيعرف إيش؟ سي اللي هو السايفر تكست، والأسامشن إنه كمان بيعرف شو هو الإنكريبشن ألغوريثم اللي موجود. طيب هل من السايفر تكست لحاله الأتاكر بيقدر يفك التشفير ولا ما بيقدر؟ بيقدر يعمل أتاك. طبعا الهدف للأتاكر إيش يعرف؟ يعرف الكي اللي هو الكي من السايفر تكست. شو بده يحاول يعمل؟ بده يحاول إنه يكتشف الكي أو طبعا المسج M. طبعا إذا اكتشف الكي أكيد راح يكتشف المسج M. طيب الأتاكر هون هل عنده معلومات كثير ولا قليل؟ واضح إنه المعلومات اللي عند الأتاكر الآن أقل قدر من المعلومات. إذا أنت الإنكريبشن بروتوكول تبعك قوي ضد هذا النوع من الأتاك، أوكي، هل يعتبر الإنكريبشن ألغوريثم تبعك قوي ولا ضعيف؟ حقيقة لا يعتبر كثير قوي الإنكريبشن ألغوريثم. ليش؟ لأنه أنت مفترض إنه الأتاكر ضعيف أصلاً. الأتاكر ضعيف ما عنده إلا السايفر تكست، أوكي؟ إذن الأتاكر ضعيف. لو أنت الإنكريبشن ألغوريثم تبعك قوي ضد هذا النوع من الأتاكر، أوكي، من الأتاكس، معناته الإنكريبشن ألغوريثم تبعك مش قوي كفاية. ليش؟ لأنه الأتاكر أصلاً أنت مفترض إنه هو ضعيف. طيب كيف ممكن نقوي الأتاكر؟ إحنا الآن زي كأنه بدنا نلعب لعبة. فعلياً يا جماعة إحنا زي كأنه قاعدين بنلعب. إحنا عندنا إنكريبشن ألغوريثم، بدنا نفحص قوته، بدنا نعمل ثريت موديل، بدنا نفهم هذا الأتاكر اللي إحنا بدنا نحاول نقوي حالنا ضده شو هي المعلومات المتوافرة عنده. فإحنا الآن نيجي بنحكي طيب في لعبتنا هاي اللي قاعدين نفحص فيها الإنكريبشن ألغوريثم تبعنا، شو بدنا نعمل؟ بدنا نقوي الأتاكر شوي، بدنا نقوي الأتاكر، بدنا نعطيه معلومات زيادة شوي، أوكي، حتى نشوف فعليا كيف الإنكريبشن ألغوريثم تبعنا قادر على إنه يعني يكون قوي، وإنه قادر إنه يعمل هاندلينج للأتاكس اللي ممكن يسويها الأتاك. طيب في الحالة الأولى لما كان الإنكريبشن الأتاكر فقط بيعرف سي، أوكي، هذا يعني إنه شو بيقدر يسوي؟ فقط رح يقدر إيش يعمل؟ بروت فورس أتاك. أو مثلا إذا عارف الإنكريبشن ألغوريثم نفسه المستخدم بده يعمل عليه أناليسز، يعني وإذا في ويكنسز معينة بده يعمل عليها أناليسز. لكن الآن إحنا بدنا نحاول نعطي الأتاكر إيش؟ معلومات شوية زيادة، فمنروح لإيش؟ لنوع آخر من الأتاك. شو هو؟ شو بنسميه؟ نون بلين تكست اتاك. لاحظوا انه البيسكس اللي هي كانت موجوده هون اللي هي الانكريبشن الجوريثم والسايفر تو بي انكودد، نفس الشيء موجود هون، الانكريبشن الجوريثم والسايفر تو بي ديكودد، لان هذول دائما معروفين لمين؟ للاتاك. طيب بدنا نقوي شوي، شو بنحكي له؟ نون بلين تكست اتاك، وان اور مور بلين تكست سايفر تكست بيرز فورمد وذ ذا سيكريت كي. اذا الاتاكر الان مش بس بيعرف السايفر تكست، لا، بيعرف pairs one or more pairs of the cipher text and plain text to be يعني اللي هم صار لهم يعني encryption. okay، ايش يعني؟ يعني الاتاكر بيضاف الى سي، شو بيعرف؟ بيعرف سي 1، اوكي، وبيعرف انه سي 1 ال plain text تبعها اللي هو مثلا P1. إذن هذا هو عبارة عن pair، لما يحكي لك one or two one or more plain text cipher text pairs، إذن هذا one pair، زوج من cipher text وال plain text. وبيعرف كمان زوج آخر من cipher text، ممكن إنه يعرف زوج آخر من cipher text وال plain text، إذن ممكن كمان يعرف C2 و إيش و P2. الآن زي ما حكينا إحنا بدنا نفترض الآن إنه إحنا قاعدين بنلعب، إيش يعني نلعب؟ بنحاول نقوي الأتاكر، إحنا بنعمل تيستينج في اللاب تبعنا. طيب من وين جابهم هذولا؟ وهل بمعرفتهم C1 و P1 الأتاكر إذا عارف C2 و P2 هل فعليا هو بيكون عمل breaking للسايفر تبعنا؟ طبعا لا، ما بيكون عمل breaking للسايفر تبعنا، لأنه هاي معلومات، اوكي، معرفتها
مش بالضرورة تعني breaking للسايفر تبعنا. ليش؟ لأن السايفر تبعنا هو C أصلاً وليس C1 و C2. وكنا وحكينا قبل شوي إنه الهدف الأتاكر إيش يعرف؟ يعرف K اللي هو الكي. الآن هل من P1 و C1 هو بيعرف الكي؟ لا ما بيعرف. Still he needs to try different keys, okay, to يعني check إنه فعلياً هل هذا الكي هو اللي بيفك التشفير، هل هو الكي اللي بيعطيني P1 ولا لا. اوكي، اذا مره ثانيه احنا هون قوينا الاتاكر، من وين جاب الاتاكر هاي المعلومات؟ نلعب احنا، مش بالضروره يكون في عندنا سيناريو منطقي يحكي لنا من وين جاب هاي المعلومات، مع انه في هسه راح احكي عنه. ممكن نفترض انه الاتاكر عنده اكسس لاوراكل. عاده في كتب الكريبتوغرافي بيحكي لك انه الاتاكر عنده اكسس لاوراكل. ايش يعني اوراكل؟ عرافه. عرافة، هاي العرافة عندها القدرة انه الاتاكر دي يطلب منها بير فتعطيه هذا البير. اوكي، اذا احنا from a theoretical point of view مش كثير مهتمين من وين جاب C1 و P1، اذا هم موجودين عنده لانه احنا زي ما حكيت بنلعب عشان نقوي الاتاكر. لكن لو في عندنا سيناريو منطقي ممكن يساعدنا نفهم من وين الاتاكر جاب C1 و P1 اللي هم pair of cipher text والplain text، تكون افضل حقيقة. اوكي، بدي اياكم تفكروا في هذا السيناريو شوي، اعمل بوز للفيديو وفكر شوي كيف ممكن الاتاكر يجيب بير من C1 و P1 حتى وهو A و B ما بيعرف عن هذا الشيء بدون ما يعطوهم اياه A و B. ولاحظوا يا جماعه انه C1 و P1 هون ما كانوا من اختيار الاتاكر اللي هو D، ما كان من اختياره، يعني هو حصل عليهم لكن لم يختارهم. اوكي، لم يختارهم. طيب مثال عملي كيف ممكن، انا بدي اجاوب الان السؤال اللي حكيته، مثال عملي كيف ممكن الاتاكر حصل C1 وP1 من ناحيه عمليه. اوكي، الان ممكن الاتاكر قاعد براقب A و B السايفر تكست اللي قاعد بيمشي بينهم. فرضا ال A ال B عارف الاتاكر انه B هو عبارة عن سيرفر، اوكي، وعارف انه A بده يحاول يعمل يتواصل مع هذا السيرفر. اوكي، فبيعرف انه ممكن بده يبعث A مسج ل B يحكي له I am trying to connect to you. اوكي، لان اول اشي B رح يرد يرسله ل A، اوكي، بما انه هذا سيرفر راح يقول له please enter your username. اوكي، بالوضع الطبيعي هذا اللي راح يتم. فالان بعد ما يدخل اليوزر نيم راح يرد يطلب منه مره ثانيه please enter your password. الان please enter your username هاي المسج راح تكون مشفره، اللي هي P1 راح تكون مشفره ب C1، و please enter your password كمان راح تكون P2 وراح تكون مشفرة اللي هي C2. إذا هون الأتاكر من ناحية عملية ممكن يحصل هذا الشيء، ممكن يحصل شيء pair of cipher text plain text. طبعا هو راح يشوف C1 لكنه هو ضمنيا عارف إنه C1 الديكريبشن تبعها P1، وراح يشوف C2 لكن هو ضمنيا عارف من هاي المسج الثانية إذا هي الديكريبشن تبعها اللي هو P2 please enter your password. اوكي، اذا من ناحيه عمليه هذا الشيء يمكن تطبيقه، ممكن تطبيقه. بس لاحظوا يا جماعه الان انه المعلومات اللي عند الاتاكر زادت. اوكي، طيب ملاحظه اخرى، في الحاله الاولى لما كان عنده فقط سي، احنا حكينا انه لو بده يعمل بروت فورس اتاك بده يظل يجرب كيز مختلفه، اوكي، ويطلع معاه سم سورت اوف داتا. الان لازمه انكريبشن بروتوكول جديد او الجوريثم جديد عشان يشيك انه هاي الداتا هل هي فعليا داتا مقروءه مفهومه، لانه اذا فعليا مقروءه ومفهومه معناته لازم يوقف والكي اللي جربه في هاي اللحظه هو الكي الصحيح. متى بده يوقف هو السؤال، متى بده يوقف؟ بده يضل يجرب كيز لمتى؟ الى متى؟ اوكي، الى ان يصل الى داتا مقروءه ومفهومه، لانه هو اصلا ما بيعرف شو هي الداتا. لكن في الحالة الثانية في الاتاك الاخر اللي هو النون بلين تكست، الان لا، فعليا الاتاكر بيعرف امتى يوقف، صح ولا لا؟ لانه عنده سي 1، فممكن يجرب ظل يجرب ممكن يظل يجرب كيز مختلفة مع سي 1 عبين ما يحصل ايش؟ بي 1. اذا هو مش بحاجة لالجوريثم جديد عشان يشيك انه فعليا الداتا اللي بتطلع مع كل كي هي داتا مقروءة ومفهومة وصحيحة،
مثلا هي ASCII كود صحيح اوكي مش بحاجه. ليش؟ لانه فعليا عنده البي 1 اذا بيقدر يفك التشفير باستخدام كيز مختلفه عبين ما يحصل بي 1. اذا يعني هذا فعليا احنا هيك شو عملنا فعليا قوينا الاتاكر. اذا الانكريبشن بروتوكول تبعي بحميني من هذا النوع من الاتاك يعني ستيل وهو الاتاكر عارف سي 1 وبي 1 وسي 2 بي 2 لكن مع هيك مش قادر يحصل الكي معناته الانكريبشن تبعي الالجوريثم شو ماله اقوى من النوع الاول من النوع اللي بيحميني من النوع الاول اوكي اوكي اذا يعني احنا قوينا الاتاكر فبالتالي if my encryption protocol holds here is still strong معناته هذا الاشي ممتاز. طيب نوع اخر chosen plain text نفس الاشي قوينا نحاول نقوي الاتاكر شوي عنده الانكريبشن الجوريثم عنده السايفر تكست ديكودد اللي هو السي لكن الآن عنده plain text message chosen by the crypt analyst together with its corresponding cipher text generated with the secret key. إذن هون non plain text هون chosen. إذن هون في الحالة الأولى non plain text الأتاكر ما قدر يختار C1 و P1 و C2 و P2 ما اختارهم هو عرفهم. Okay. لكن هون في 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 الأتاك الآخر لا. في الأتاك اللي بعده لا الأتاكر يعني اختار فعليا نوع من أنواع البلين تكست okay. اختار نوع من أنواع البلين تكست إذن زي كأنه الأتاكر again عنده access على أوراكل عرافة okay. الأتاكر الآن اختار الأتاكر نوع معين من البلين تكست ممكن يكون هذا النوع اللي هو ايش مثلا P1 هو اختاره سأل العرافة هاي اللي احنا قاعدين نلعب احنا يعني عنده القدرة عنده اكسس على عرافة عنده اكسس على الجوريثم معين عنده اكسس على مثلا انسايدر اوكي اعطى ال P1 اعطى لهاي العرافة P1 وطلب منها ترجع له شو الديك الانكريبشن تبع P1 اذا هو اختار البلين تكست الان العرافة شو راح ترجع له ترجع له C1 الأوراكل رح ترجع له C1 okay. طيب السؤال بطرح نفسه ليش اختار الأتاكر P1 تحديدا ممكن لأنه P1 تكشف لي شغلات معينة بالألغوريثم بالألغوريثم تكشف لي نقاط ضعف معينة في الألغوريثم يعني مثلا ممكن P1 تكون all zeros فهو بده يشوف إذا شفرنا بـ all zeros شو رح يطلع السايفر تكست okay. إذا أنا بقدر أعطيها all zeros وهي تعطيني السايفر okay. ممكن يصير عندي معلومات إضافية عن إيش عن الكي طبعا الآن عنده قدرة لا نهائية على طلب plain text و cipher text يعني ممكن كمان يطلب P2 شو التشفير تبعها لاحظوا أنه still مجهول عنده إيش مجهول عنده الكي حتى ولو طلب البلين تكست وعرف السايفر تكست هو ستيل ما عرف ايش ما عرف الكي الكي مجهول اوكي الان عنده القدره انه يطلب قد ما بده بلين تكست وسايفر تكست لكن لاحظوا انه هون في هذا الاتاك اللي بيميزه انه تشوز البلين تكست اذا هو اختار البلين تكست قاعد بيختار بعنايه بلين تكست محدده اوكي بلين تكست محدده ليش لانه هاي البلين تكست المحدده بتكشف لي نقاط ضعف معينة قد يعني تكشف لي نقاط ضعف معينة في الالغوريثم تبع الانكريبشن اوكي فهذا موضوع مهم زي ما حكيت مثلا ممكن يكون الالغوريثم هذا في نقطة ضعف انه اذا شفرنا plain text all zeros ممكن اذا شفرناه باستخدام الكي انه يعطيني الكي وهذا الشيء مثلا اكيد راح يصير في الاكسور يعني Okay. في الXOR إذا كان الإنكريبشن ألغوريثم تبعي XOR فعليا plain text all zeros شفرهم يعني راح يعطيك أكيد الكي طبعا يعني أي شيء XOR لازم نعرف يعني فعليا إحنا plain text راح ينكشف الكي يعني هذا الموضوع مش موضوعنا راح نحكي عن الXOR كمان شوي يعني أكيد إذا عندي plain text و cipher text أكيد راح أعرف الكي إذا كانت XOR لكن لو كانت يعني encryption algorithm آخر لا ممكن يكون هذا الموضوع شوي أصعب فهيك يعني بصير عنده pair of
كيز. إذا هيك إحنا فعليا قوينا الأتاكر. إذا الإنكريبشن ألغوريثم تبعي still holds، إيش يعني؟ يعني حتى ومع ذلك، حتى مع ذلك مع كل هاي المعلومات المتوفرة لدى الأتاكر still ما بيقدر يحصل الكي، معناته الإنكريبشن ألغوريثم تبعي إيش ماله؟ أكيد قوي، أكيد قوي. طيب نوع آخر، نوع آخر هو chosen cipher text. لاحظوا إنه الآن نفس الإشي، معروف عندي الإنكريبشن ألغوريثم، معروف عندي ال cipher text اللي هو C، السي اللي هو فوق طبعا، السي طبعا بنحكي السايفر تكست اللي هو مقصود فيه هذا اللي فوق، مش السي 1 والسي 2 اللي احنا قاعدين نكتبهم. طيب الان شو المعروف عندي، عندي الاتاكر الان؟ الاتاكر معروف عنده الان، مش معروف عنده، عنده الاكسس على الاوراكل، بطلب منها انه مثلا عندي سايفر تكست معين بيعطيها للاوراكل، اوكي، والأوراكل بترد عليه، العرافة بترد عليه بتحكي له السايفر تكست C1 البلين تكست تبعه، اوكي، P1. لاحظوا الآن انه الأتاكر الآن ما اختار البلين تكست، لا، شو اختار؟ chosen cipher text. اذا هذول already معروفات، هون اختار السايفر تكست وطلب البلين تكست. ليش اختار السايفر تكست وطلب البلين تكست؟ كمان ممكن يكون في عندي ويكنس معين بالالجوريثم، انه هذا السايفر تكست تحديدا اذا عرفت البلين تكست تبعه ممكن انه يساعدني اني افك التشفير، ممكن انه يساعدني اني افك التشفير. نفس الشيء، نفس الشيء راح يطلب C1 و C2 و P2 C3 و P3، بقدر يطلب قد ما بده. again اذا كان encryption algorithm تبعي بحميني من هذا النوع فاكيد يعني هو قوي. اخر نوع اللي هو الثريت موديل اللي احنا بنفترض شو المعلومات الموجوده عند الاتاكر، اللي هو chosen text، chosen text encryption algorithm، نفس الشيء هذول الاثنين، وعنده access على يعني سواء سايفر تكست او بلين تكست، يعني ممكن يعطي سي 1 ويحصل بي 1، او ممكن يعطي بي 1 ويحصل سي 1 اللي بده اياه. الاتاكر عنده القدره، هاي القدره كلها. اذا الان الانكريبشن الجوريثم تبعي لو بيحميني من هذا النوع من الاتاك، اوكي، معناته الانكريبشن تبعي فعليا نقدر نعتبره انه فعليا سترونج. ليش؟ انه مفترضين انه الاتاكر عنده معلومات كثير. شو هي المعلومات؟ عنده الانكريبشن الجوريثم والديكريبشن الجوريثم، عنده السي، وعنده اكسس على chosen cipher text و chosen plain text، اوكي، يعني بيقدر يطلب اي شيء بده. طبعا انت ممكن تحكي كيف practically from a practical point of view، لو احنا مش قاعدين نلعب، يعني فعليا احنا في اللاب تبعنا قاعدين نلعب وقاعدين بنحاول نعمل testing على الانكريبشن الجوريثم هذا، لو فعليا احنا from a practical point of view، فعليا هل هاي السيناريوز حقيقية؟ ممكن فعليا انه الاتاكر مثلا يختار P1 ويعني يطلب يعني C1، اوكي، نعم طبعا ممكن، يعني ممكن انا يعني عندي الاتاكر اللي هو دي يتواصل مع A، اوكي، يطلب منه request معين من خلال P، اوكي، من خلال P1، اوكي، والاتاكر الان عارف انه A مش هو اللي راح ينفذ الريكوست، الاتاكر عارف انه A راح يبعث الريكوست لمين؟ ل B، و B هي ما و A راح يبعث الريكوست هذا ل B مشفر، ففعليا A شو راح يبعث ل B1؟ راح يبعث له مثلا C1، اوكي. فعليا هيك بيكون الاتاكر تريكت A to يعني get اللي هو chosen plain text. إذن هو أعطاه P1، أوكي، لـ A، أوكي، قال له عمل لي عليه processing، هو عارف إنه A ما مش هو اللي راح يعمل processing، B اللي راح يعمل processing راح يبعثه، فA شفر الـ P1 وبعث C1 لـ B باستخدام طبعاً الـ K. فهيك فعلياً إحنا practically ممكن sometimes we trick the sender and the receiver to have a chosen plain text attack. Okay. إذن هون الأتاكر دي عارف إنه P1 ممكن تساعده في فك التشفير، عشان هيك طلب من A بعث لA هذا الريكوست.
يعني ويعني زي ما حكيت، يعني هو بالنهاية احنا مش مهتمين بالموضوع العملي كيف يتم هذا الموضوع، احنا مهتمين حقيقة ب يعني الثريت موديل انه يكون للاتاكر قوي. طيب برضو من بعض المواضيع اللي البيسك كونسبتس الموجودة عندنا كمان قبل ما نروح ل نحكي عن اي انكريبشن الجوريثم، بعض البيسك كونسبتس الموجودة عندنا اللي هو مثلا في كونسبت اسمه الكونفيوجن. كونفيوجن الكونفيوجن هو حقيقة موضح العلاقة بين السايفر تكست والكي الكي. Seeks to make the relationship between the statistics of the ciphertext and the value of the encryption key as complex as possible. إيش يعني؟ إيش يعني؟ بدي أنا مثلاً، إحنا بنعرف إنه البلين تكست، فرضاً إني البلين تكست نفسه هون في عندي P، أوكي، وهون ال P فايتة على encryption algorithm، أوكي، وفي عندي ال K، فرضاً عندي K1. هون في عندي P وهذا الحكي راح يعطيني ايش؟ راح يعطيني C1. هذا الاشي مر علينا بالسابق. الان الكونفيوجن بحكي لك انه انت لو كان في عندك K1 نفس البلين تكست، اذا البلين تكست ثابت مين قاعد نغير؟ نغير ال K1. ال K1 علاقة بينها وبين C1 بدي اياها تكون كومبلكس، ما بدي اياها تكون ستريت فورورد. ايش يعني؟ لو جبت انت K2 اوكي، وال K2 اوكي يكون مختلف كليا عن راح ينتج لك ايش؟ C2. فانا ايش بدي؟ تغيير بين K1 و K2 فرضا كان في بت واحدة فقط في ال LSP. اوكي بدي العلاقة تكون كومبلكس، يعني بين التغيير في الكي والتغيير في السايفر تكست. يعني الان العلاقة بتكون بسيطة جدا، إذا أنا غيرت في الـ K2 من الـ K1 للـ K2 غيرت بت واحدة في الـ LSP، والـ C1 إذا تغيرت فقط من C1 لـ C2 في بت واحدة في الـ LSP، معناته العلاقة كثير واضحة بين الـ Key والـ C، بين الـ Key والـ C. أنا ما بدي هذا الإشي، بدي يكون في عندي confusion. إيش يعني؟ تغيير بت واحدة في الـ Key إلها يكون أكبر أثر على السايفر تكست، بدي يكون إلها أكبر أثر على السايفر تكست. يعني بتمنى أنا إنه تغيير بت واحدة في الكي تأثر لي على أكبر قدر من البتس وين في السايفر تكست. On average بتأثر على النص، يعني at least يعني تأثر على النص عدد البتس وليس نفس البت. Okay؟ إذن again سيء جدا بيكون الوضع إذا إيش؟ إذا أنا غيرت ال LSP في الكي بين K1 و K2 وشفت انه فعليا اللي تغير في السايفر تكست كمان هي ال LSP، اذا واضح العلاقه هون بين الكي والسايفر، بين الكي والسايفر واضحه العلاقه بالنسبه للاتاكر. رح تكون واضحه العلاقه ليش؟ لانه الاتاكر شو شايف السايفر؟ اذا شاف انه C1 مع C2 تغيروا ببت واحده في ال LSP فمعناته انه التغير في الكي فقط هو ال LSP. فهذا الاشي سيء جدا، ما بدنا لا بدنا تغيير بت واحدة في الكي. هون على فرض انه البلين تكست ثابت، تغيير بت واحدة في الكي يكون لها اكبر اثر في ايش؟ في السايفر تكست. اوكي الان الديفيوجن العكس، احنا بدنا نثبت الكي، وشو بدنا نغير؟ شو بدنا نغير؟ البلين تكست. الان بدنا نغير البلين تكست. اذا هون اجين في عندي P1 اوكي في عندي P2 اوكي هذول مختلفات في بت واحدة، هذول بدنا نفوتهم واحد واحد على encryption algorithm. اوكي مع الK والK ثابت، الآن ما بدنا نغير الK، خلي الK ثابت. الآن هذا الحكي شو راح يعطيني؟ اوكي شو راح يعطيني هذا الحكي؟ راح يعطيني C1 اوكي اكيد اللي هو الانكريبشن تبع P1 و C2 اوكي again diffusion statistical structure of the plain text. اذا هون العلاقه بين البلين تكست والسايفر، هون كان العلاقه بين مين ومين؟ بين السايفر والكي. اذا
تغيير بت واحده في البلين تكست بدي اياها يكون لها اكبر اثر على التغيير وين في السايفر تكست حتى الاتاكر ما يلاحظ هذا التغيير. اوكي، اذا لو غيرت هون ال LSP او اي بت واحده فقط من P1 ل P2 بدي اشوف اكبر اثر على التغيير في ايش، في C1 ل C2. يعني بدي مثلا نص البتس تتغير بين C1 و C2، فبالتالي الاتاكر هيك بصير عنده ايش، ديفيوجن، ما بفهم فعليا وين صار التغيير. اذا هذا من البيسك كونسبتس الموجوده. طبعا يعني هذا التكست الموجود هون مقتبس من الكتاب الكريبتوغرافي اند نتورك سكيورتي برينسيبلز اند براكتسز اديشن لويليام ستارك. طيب هذا الكونسبت مهم جدا، راح نشوفه يعني لاحقا لما نحكي عن الدي اس. طيب شو يعني الان كومبيوتيشنالي سكيور انكريبشن سكيمز؟ ماذا يعني كومبيوتيشنالي سكيور انكريبشن سكيمز؟ قبل ما نحكي شو يعني computationally secure، خلينا نفهم شو يعني perfect secrecy. perfect secrecy التعريف الأول اللي كان قبل computationally secure اللي هو perfect secrecy، perfectly secure. طبعا هذا التعريف أقوى من computationally secure وأصعب، صعب تحقيقه from a practical point of view. طيب شو يعني perfect secrecy؟ perfect secrecy لو كان في عندي sender اللي هو Alice، وفي عندي Bob اللي هو receiver، و Alice بدها تبعث two messages أو عندها الخيار، مش بدها تبعث حقيقة، بدها تبعث يا M1 يا M2. وإحنا بنعرف إنه دائما في عندي إيش، في عندي الأتاكر اللي هو الدي نيفل قاعد في النص. شو راح يشوف؟ راح يشوف السايفر تكست. اوكي، راح نشوف السايفر تكست سي. هون السايفر تكست قيمته كسايفر تكست قيمته واي، اذا الواي هي either الانكريبشن اوف ام 1 اور ذا انكريبشن اوف ام 2. اوكي، either يعني يا هاي. الان الاتاكر ما عنده اي معلومات عن الام 1 وام 2 ولا عن السايفر ولا عن الانكريبشن الجوريثم. بالوضع الطبيعي، بالوضع الطبيعي بدون أي معلومات، الأتاكر بده يحاول يحذر هل أليس واضح إن هون ناسين ال L أليس، هل أليس بعثت M1 ولا M2؟ Again شو المشكلة اللي بحاول يحلها الأتاكر؟ الأتاكر عارف إنه أليس بدها تبعث لباب يا M1 يا M2. okay، يا مسج 1 يا مسج 2، وأليس راح تبعث يا مسج 1 يا مسج 2 مشفرة. الآن الأتاكر مشفرة طبعا باستخدام الكي، يعني بغض النظر شو هو الكي، مش موضوعنا شو الكي. الأتاكر اللي هو دي شو راح يشوف؟ راح يشوف السايفر تكست اللي هو شو قيمته السايفر تكست واي، قيمة السايفر تكست واي. أوكي، الآن بده الأتاكر حاول يحذر انه هل الواي هاي هي التشفير ل M1 ولا M2. اوكي، اذا الاتاكر بده يحاول يحذر شو هي المسج اللي تم ارسالها. اوكي، طيب الان بالوضع الطبيعي بدون ما يكون عنده اي معلومات، بدنا نعرف شو البروبابيليتي انه الاتاكر يحكي انه المسج تساوي كانت M1. ما بنعرف شو هاي البروبابيليتي فعليا تساوي، او يحكي الاتاكر انه فعليا المسج كانت تساوي M2. اوكي، الان اذا الاتاكر ما عنده اي معلومه، افضل اشي ممكن يسويه، افضل اشي ممكن يعني يسويه انه بالنسبه له تكون البروبابيليتي انه أليس بعثت M1 تساوي البروبابيليتي لانه تكون مسج أليس بعثت المسج اللي تساوي M2 وتساوي نص. إذا البروبابيليتي إنه يحذر أوكي نص، لأن هو راح يحكي يا M1 يا M2 with probability نص لكل واحدة، with probability نص يعني بده يحذر فقط، هو ما عنده أي معلومات بده يحذر، يعني يا يحكي يا M1 يا M2 وهيك فعليا نصيبه راح يطلع يعني نص فقط، 50% احتمال نجاحه. ليش؟ لأنه ما عنده أي معلومات. الآن فرضاً أعطينا معلومة زيادة، شو هي المعلومة الزيادة؟ معلومة الزيادة إنه شاف السايفر تكست إنه واي.
اوكي شاف السايفر تكست انه وين. الان البيرفكت سيكريت شو بحكي لك؟ البيرفكت سيكريت بحكي لك البروبابيلتي انه الاتاكر دي يحكي انه المسج كانت تساوي ام 1 بشرط، هذا شرط المفروض انكم متذكرين علامه الشرط، بشرط انه السايفر تكست يساوي واي اوكي تساوي the probability انه المسج تساوي ام 1. ايش يعني؟ يعني الشرط هون انه شاف السايفر تكست ولا له معنى، ولا كانه له معنى، did not add any value لمين؟ لدي، اسف، did not add any value لدي. اذا حكينا بالوضع الطبيعي بدون ما يشوف سي، دي كان عنده خيارين، يا بيختار ام 1 يا ام 2. افضل شيء ممكن يعمله بدون ما يشوف سي او الواي، بدون ما يشوف الواي، افضل شيء ممكن يعمله انه يحذر، بحكي 50% ام 1 50% ام 2، افضل احتمال له يعني راح يكون نص احتمال نجاحه، احتمال نجاحه يعني في انه يحذر راح يكون نص لكل واحد، يعني لكل إجابة أكيد نص، فبالتالي احتمال نجاحه فعليا رح يكون نص. الآن إحنا بدنا نقوي وضع الأتاكر، فشو حكينا له؟ حكينا له إحنا مش بس أنت بتعرف إنه أليس ده تبعث يا M1 يا M2، لا أنت كمان تعرف إنه السايفر تكس يساوي Y. الآن الألغوريثم تبعي بيكون perfectly secure، الالجوريثم اللي انا مستخدمه راح يكون perfectly secure اذا كانت البروبابيليتي انه الاتاكر يحكي انه المسج ام هي ام 1 هي اللي انبعثت بشرط انه شاف انه السايفر تكس يساوي واي، هاي مساويه للبروبابيليتي انه فقط يحكي انه المسج تساوي ام 1، يعني زي كانه شاف السايفر ولا ما شافه لم يقدم له اي اضافه. معرفة الديفل أو معرفة الأتاكر لأنه السايفر تكست يساوي واي لم تقدم أي إضافة أو أي معلومة جديدة للأتاكر، صفة زي كأنه لما شاف السايفر، حتى لما شاف السايفر هو رجع يحذر بدون أي معلومة زي كأنه. أوكي؟ إذن رؤيته للسايفر تكست لم تقدم أي إضافة، إذن still the probability إنه يحكي إنه المسج تساوي M1 بشرط إنه السايفر تساوي Y نفسها تساوي probability إنه يحكي فقط يعني بشكل عشوائي إنه المسج تساوي M1 وتساوي نص. إذن يعني هو راح يختار بشكل عشوائي مرة ثانية إنه المسج تساوي M1. هذا بنسميه perfect secrecy، هذا تعريف صعب جدا تحقيقه، لا يوجد في العالم إلا ألغوريثم واحد يمكن تحقيقه بشروط صعبة جدا، لا يوجد إلا ألغوريثم واحد يمكن أن يحقق perfect secrecy يعني إلا إشي نسميه one time padding، رح نحكي عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. طيب عشان هذا التعريف كثير صعب شو عملنا؟ شو عملوا العلماء؟ سهلوا شوي، عملوا relaxation إلو شوي، حكوا ما بدنا perfect secrecy، بدنا إشي اسمه computationally secure encryption schemes. شو يعني computationally secure؟ طبعا perfect secrecy هذا يعني إنه يعني مستحيل فك التشفير، مستحيل فك التشفير، صعب جدا. Computationally secure encryption algorithm، encryption is computationally، إذا هون بدل perfect شو صار اسمه؟ بدل perfect صار اسمه computational secure. if the cost of breaking a cipher exceeds the value of information، ال 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 يعني الجهد اللي أنا بحتاجه عشان يعني أكسر التشفير أعرف إن كي يعني كثير أكثر من ال value of the information اللي أنا بدي أكشفها. يعني مثلا أنا عشان أكسر التشفير أنا بحاجة ل مثلا يعني 10 كمبيوترز working in parallel والكوست تبعهم راح يطلع فوق 100,000 دينار، بينما
لما افك التشفير كله راح احصله 500 دينار، يعني اكيد يعني هذا الشيء ما له معنى. time required to break a cipher exceeds the useful lifetime of the information. ممكن الان انا يعني بحاجه عشان افك التشفير لست اشهر والكمبيوتر قاعد بيشتغل، لكن بعد 6 اشهر اصلا المعلومات اللي بتحاول افك التشفيرها هي راح تكون public، معروفه للكل. والمثال دائما بحكيه مثلا النتائج التوجيهي، فرضا انت كان عندك الفايل تبع النتائج التوجيهي ومشفر هذا الفايل، وانت بدك تفك تشفيره، اذا انت بدك تفك تشفيره بدك تحاول فيه مثلا لمده 6 اشهر حتى تفك تشفير، لكن احنا بنعرف انه الشهر الجاي راح تطلع النتائج التوجيهي، فبالتالي ما في اي فائده ل يعني لهذا الشيء اللي انت قاعد بتسويه. اذا يعني هذول التو كونديشنز اوكي، الكوست والتايم صاروا يحددوا لي شيء يعني كومبيوتيشنالي سكيور. computationally secure. إذن الكوست اللازم حتى إنك أنت تفك التشفير، والتايم الريكوارد. إذن هيك إحنا فعليا شو عملنا؟ تسهيل للديفينيشن اللي كان موجود قبل هو موضوع البيرفكت سيكريسي. بيرفكت سيكريسي بحكي لك يعني ما بتقدر تفك التشفير خلاص إطلاقا، لكن الآن إحنا سهلنا حكينا لا computationally secure. Usually very difficult to estimate the amount of effort required to break. أكيد can estimate the time cost of a brute force attack. إذا أنا ما بعرف بالضبط كم وقت وجهد بحاجة، لكن إحنا شفنا في الجداول أخذناها في chapter 2 إنه فعليا بقدر أقدر التايم والcost of a brute force attack. إيش البروت فورس أتاك؟ هو اللي بحاول فيه كل الـ possible case. ولما نحكي عن brute force attack بقدر أقدر أنا في الجداول، أرجعوا لها الجدول بالأصفر كان حكينا عنه في lecture 2 في chapter 2، بقدر أقدر time required to exhaust all keys، يعني أجرب كل الـ possible keys أوكي، أو الـ average اللي هو نص عدد الـ keys، يعني وهذا الحكي شفناه بالجداول أوكي. طيب المحاضرة الجاية إن شاء الله رح نحكي عن الـ One Time Pad، وبعدها إن شاء الله جيد جدا يعني إنه المحاضرة الجاية نبدأ فريش بالـ One Time Pad، بعدين مباشرة رح نروح نحكي عن الـ Faisal Cipher والـ DES، رح نحكي عن الـ DES يا جماعة بالتفصيل الممل إن شاء الله، ورح أحط لكم يعني لينك على المودل ل يعني أمثلة يعني رقمية لل DES. طيب يعطيكم العافية وإن شاء الله نراكم في المحاضرة القادمة في الديسكشن.